نكبة 21 سبتمبر هي اسم على مسمى، نكبة للشعب اليمني قضت على المسار الديمقراطي في الجمهورية اليمنية، قضت على التعددية في الجمهورية اليمنية، قضت على مسيرة العمل السياسي التي كانت قد قطعت شوطا كبيرا وشوطا إيجابيا شوطا جيدا في المسار السياسي في الجمهورية اليمنية. جاءت هذه النكبة لتقضي على كل الجهود التي بذلها الخيرون من أبناء اليمن. أيضا شكل نكبة 21 سبتمبر أحدثت حالة رعب اجتماعي أثرت على الاقتصاد تأثير سلبي كبير جدا. أين نحن من الوضع الاقتصادي قبل 21 سبتمبر وأين نحن اليوم؟ الفارق في العملات، الفارق في الأسعار، الفارق في فرص العمل، في فرص العمل أيضا. الموظفون الحكوميون الذين هم الآن تحت سيطرة ميليشيات 21 سبتمبر لا يستلمون رواتب ولا اعتمادات ولا مخصصات، وليس لهم أي مدخل اقتصادي، حتى لو قلنا يشتغلوا شغل خاص ليست هناك فرص عمل. تأثر اليمن كثيرا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وفي كل المجالات.